نعم بطول عليه يعني مختم صح. عبد الله القشيش يعطيك الف عافيه، بعد تجربه يعني مختلفه لك من خلال الراليات بصراحه، مرحله صعبه نقول مرت عليك، هل كنت تعتقد ان مساله الراليات تمر بهالمراحل؟ والله ما توقعت، وما توقعت انها بهالصعوبه بصراحه، بس الحمد لله هذا بفضل الله ثم بفضل الكابتن احمد مالك الله يسعده ويوفقه من الامارات طبعا. ما قصر معي، علمني ما مره ما خلاني، وقف معي ما شاء الله عليه، وقف معي الين اخر نهايه المرحله، وكان ما شاء الله عليه شديد عليه شوي ما شاء الله باسلوبه، بس اهني على اسلوبه والله، ما خلاني الا لما تعلمت. بعد خمس مراحل ومرحله مرت عليك صعبه، اختلف عليك طبعا ما كنت مارس سابقا وحاليا. بصراحة في فرق، في فرق، في اختلف في كثير، في تنظيم، في أدوات وقاية للسلامة، في أوقات محددة، وفي أشياء كثيرة، أشياء كثيرة ما لو أوصفها لك من الحين لبكرة يمكن ما. أنت بعد هذه التجربة وش توصف تجربتك اللي تقول ممكن والله تجربة أقول إنها ناجحة من خلال أول تجربة لي؟ والله شوف التجربة الحمد لله بإذن الله إنها ناجحة، هذا أول شيء. ثاني شيء بصراحة انا اقول اللي يقول انا سواق وانا في راسي هوايه، وانا اقول له ان كان عندك عندك الهوايه هذه وفيك شده تعال الرالي، واجهنا في الرالي. جدا الامر صعب، صعب صعب مره، صعب مره، بس الحمد لله بفضل الله ثم بفضل الكابتن احمد. تفكر مستقبلا تواصل؟ باذن الله، باذن الله. والله شكله ما فيه، والله باذن الله، ما حد ان الله احيانا باذن الله. وطبعا في انواع كثيره من رياضه السيارات ان شاء الله راح، بس شكلك بتتوجه لرياضه السرعه اكثر. اكيد شيء اكيد باذن الله. يعطيك العافيه. الله يعافيك. احمد كيف تقيم ما شاء الله ولد المملكه نقول من خلال تجربته الاولى ومرحله كانت صعبه عليه، وكان مشارك وحاول بكل ما يقدر هذا اليوم انه طبعا انه يظهر فيه؟ والله اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، هواية تمر الشوارع انا يعني توقعتها في اكسبيرينس، في شغله يعني بيعرفونها في النفوذ ولا في الرالي. طلع هذه الهوايه، طلعت الهوايه هذه فرق عنها عن الثانيه عن الرالي 180 درجه. كان من جديد يسوق، اول مره يسوق سياره في حياته. هذه وما شاء الله استيعابه سريع، يسمع والحمد لله، الحمد لله الله وفقنا. بعد هذه التجربه نقول بعد هذه المرحله هل تعتقد انها له مستقبل على مستوى الراليات هذه الصحراويه بشكل كبير؟ ان شاء الله ان شاء الله. على شغل؟ يبغي له تعليم، يبغي له تعليم. انا اليوم يعني بقول لك 16 سنه في الرالي بعدني اتعلم. يعني بعد مساله القلب الحالة ما تكفي؟ لا ما تكفي، ما تكفي. يبغى لها خبره في النفوذ، يبغى لها في الطريق، يبغى لها في دفتر الطريق، كثير اشياء، كثير اشياء. مبسوط انت بوجودك في الرالي؟ اكيد 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 100% 100%. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك ويسلمك.